يمتاز العراق بتنوعه الثقافي الغني بالمذاهب والطوائف الدينية، ولكل منها طقوس خاصة، منها الظاهرة ومنها السرية المخصصة للمقربين أو للدراويش باللغة الكردية، التي ترادفها كلمة المريدين في اللغة العربية. في هذه الحلقة من مهمة خاصة ندخل في خفايا الطريقة القادرية الكسنزانية، التي تعد واحدة من المدارس الدينية التابعة للشيخ عبد القادر الجيلاني. قبل أن أصبح سيداً كان أبي وجدي وجد جدي لديهم تكيات للشيخ كريم الكسنزاني. هذه الطريقة تمتد لما يقارب 150 عاماً في عائلتنا، وقبل 350 عاماً كان الشيخ إسماعيل الولياني الذي قام بجلب الطريقة القادرية من بغداد إلى كردستان، وأنا بعد والدي أقود هذه التكية. جذورنا هي الطريقة الكسنزانية القادرية، وطريقتنا تسمى الطريقة القادرية الكسنزانية. كمشد لباني وكدس بيكا. لدينا عدة خطوات للذكر، حيث يجب أن يصلي الدرويش ويذكر البسملة أثناء صلاة المغرب، أي قبل يوم من الذكر. عندما يكون وضعي الصحي جيداً آتي صباحاً وأكون إمامهم في الصلاة، وبعد صلاة الصبح نتبع ما ورد من أجدادنا ونبدأ الذكر، وهو 100 مرة لا إله إلا الله، و300 مرة كلمة الله. وعند العشاء يجب أن يقرأ سورة الضحى، وهذا أمر للدراويش فقط. وفي فترة العصر لدينا ذكر آخر يتألف من 9 أذكار، كل ذكر منها يجب أن يتم ترديده 33 مرة. كما أن الدرويش يجب أن يختم القرآن ويقوم بتمارين رياضية، وعليه أن يدخل إلى الخلوة.